باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب آلاف من مسلمي الروهينجا مجلس الأمن الدولي بالقصاص لهم وتطبيق العدل والقانون بعد الجرائم الإنسانية التي نفذها ضدهم جيش ميانمار. مطالب مسلمي الروهينجا جاءت خلال تظاهرة نظموها تزامنا مع الزيارة الخاصة التي قام بها وفد مجلس الأمن إلى كوكس بازار، أحد أكبر المخيمات في بنغلاديش التي تأوي لاجئي الروهينجا. نقف هنا للمطالبة بالعدالة من جيش ميانمار الذي مارس جرائم القتل والتعذيب بحقنا، لذا نريد القصاص. زيارة وفد مجلس الأمن التي تشمل بنغلاديش وميانمار وتستمر لمدة 4 أيام وتحوي لقاءات مع رئيسة وزراء بنغلاديش ورئيسة ميانمار تفقدت الأحوال المعيشية القاسية التي يعاني منها مسلمو الروهينجا في مخيمات اللجوء منذ اندلاع الكارثة الإنسانية في أغسطس الماضي. ففي أعقاب الحملة الوحشية التي مارس فيها جيش بورما جميع أشكال التطهير العرقي بحق مسلمي الروهينجا، فر من إقليم راخين في ميانمار ما يزيد على 700 ألف إلى داخل الحدود البنغالية.